بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور أحمد عبيد العبادي. إذا احنا الآن في معركة أجنادين، تجمعت الجيوش جزء كبير منها تجمعت في أجنادين، استلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال لهم على بركة الله، قال لهم إذا رأيتموني إذا حملت أنا إذا أنا حملت تحملوا، يعني إذا أنا شفتوني قدرت قلت لكم يا الله قولوا يا الله. طبعا سيدنا خالد بن الوليد لم يتقدم مباشرة، بس تركها نوع من أنواع الإغاظة ونوع من أنواع التربص ونوع من أنواع أنه متى وهاوها. ففي اللحظة الحرجة لما شاف الناس تعبت حماس وتعبت يعني تعبت ضرورة الإقدام، فتوكل على الله وراح قاتل. وهذه المعركة أبلى المسلمون فيها بلاء الحسن. أولا الروم يعني جيوش الروم ثلاثة وأربعة أضعاف جيش العرب المسلمين. الروم يقاتلوا من عرب وغير عرب، يعني من مناطق يعتبروها أنهم حكموها 500 سنة، والمسلمين جايين جديد على الشغلة، يعني لذلك كان القتال شرس، يكون كل من يرى أنه يكون أو لا يكون. المسلمين كان همهم طلب الشهادة وتحرير الأرض العربية من رجس البيزنطيين ورجس الفرس. وبرز في هذا اليوم ذرار بن الأزور رضي الله عنه. ذرار بن الأزور هذا واحد من فرسان العرب المسلمين الرائعين جدا، وهو مدفون عندنا في غور ذرار، اسمه غور ذرار. وكانت أخته خولة بنت الأزور، وكانت لبست تلثمت وراحت تقاتل، فاستعجب المسلمون من هذا الفارس العظيم الذي يقاتل. بعدين عرفوا أن هذه خولة بنت الأزور رضي الله عنها. كان يوما مشهودا وقاتل فيه ذرار بن الأزور قتالا عنيفا، وكان يعني كان الروم يخافوا من اسمين في القتال، يخافوا من خالد بن الوليد رقم واحد ما حدا يصل معه، وضرار بن أزور. ضرار بن أزور كان أحيانا يكشف عن صدره ويتقدم عليهم يقول شو هالجن هذا يكشف عن صدره وهو قاتل فيقتلهم. سبحان الله، يعني كان عنده إيمان أنه يا يموت يا يموت الجنة يا ويعيش محترم. وكان في الصحابية أم حكيم رضي الله عنها قتلت أربعة من الروم عمود خيمتها، فالعمود الخيمة يجي الجند الرومي دقوا على راسه ونفارق راسه كله كوع أنا وروح سلم علي ووراك. بعد أن قشع الغبار في المعركة وتحقق النصر، بعث خالد بن الوليد رسالة إلى خليفة أبي بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، يبشره بالنصر وما فاء الله عليه من الظفر والغني. وجاء فيها هاي الآن رسالة سيدنا خالد لسيدنا أبو بكر رضي الله عنهم جميعا الصحابة الكرام: أما بعد فإني أخبرك أيها الصديق أن إن التقينا نحن والمشركين وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين، وقد رفعوا صلبهم يعني المفروض صليب، ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنونا أو يخرجوننا من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله، فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج، فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنيع لأوليائه. فلما قرأ أبو بكر رسالة فرح وقال: الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني بذلك. والحديث بقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.